عارف ايه ثواب انك تسلف حد فلوس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انظر معسرا كان له بكل يوم صدقة، ومن انظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لو سلفت اخوك 1000 جنيه واتفقت انه هيردها لك بعد 3 شهور، فانت من هنا لحد ما المدة تخلص كأنك بتتصدق كل يوم على فقير بمبلغ 1000 جنيه. ولو خلصت 3 شهور اللي هي المدة اللي اتفقتوا عليها وقالك معلش اتزنقت اديني مهلة شهر كمان، يبقى في الشهر ده كأنك بتتصدق كل يوم ب2000 جنيه. العبادة مش صلاة والصيام بس، انت ممكن تتاجر مع ربنا وتعمل خير وتفك كرب المسلمين وتوسع عليهم وتعبد ربنا بحاجات تانية، بس لو اخلصت نيتك. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.